السلام عليكم، معاكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، حلقة اليوم بنعملها من مدينة بيتر من المنطقة الشمالية، ولا يحلو لنا الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلموا تسليما. المهم، لي أصدقاء روس في أماكن ريفية وأماكن في سيبيريا، الحياة فيها مختلفة كتير، أقل كتير يعني من الحياة في بيتر أو في موسكو. معارفي دول أو أصدقائي يعني يعتبر مش الشخص بس، لا وأسرته كمان، وأسرته سواء أب أو أم أو جدة أو أخت كبيرة أو أخ كبير أو عم أو خال أو ابن خال، بيبقى ليهم وجهة نظر بناء على الحياة اللي شافوها في الماضي وتعودوا عليها لسنين ولم تتغير كثيرا حاليا. يعني بمعنى أدق، الحياة أيام الاتحاد السوفيتي والحياة حاليا بالنسبة لهم ما فرقتش كتير، فرقت بس مش كتير، لأن لا زالوا عايشين في حاجات شبه الاتحاد السوفيتي، ما شافوش التقدم اللي موجود في المدن الرئيسية، لا سيما موسكو وبيتر، كازان، نيجنوفغراد، سمارة، المدن الرئيسية دي اللي هي فيها شغل ونوفوسيبيرسك والحاجات. المهم، فما تيجي تتكلم معاهم بقى بيسمعوك بقى ايه الايام، ويفكروني كمان بذكريات انا نفسي عشتها وكانت بعد الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه. يعني على سبيل المثال، زمان وانا صغير كان في روسيا ما كانش في خدمة تاكسي بالتليفون في المدن الكبيرة، بس هتروح مثلا مدينة ثانوية خلاص، ما اذا كنتش تعرف حد معاه عربية تليفونه ورقم تليفونه معاك ومعاك تليفون اصلا، لان الهاتف المحمول ما كانش منتشر يعني وسط الناس، كان ما فيش غير شركة MTS ديفيد صوت MTS 900 دي اللي كانت موجودة وشغالة في البلد، اول شركة، وكان مش فاكر عشان تتعاقد وتشتري الخط كان شغلانة كده، بس بتتعاقد في الاخر يعني، وانت كأجنبي برضو كان بيسمحوا عادي انك تشتري خط وتتعاقد بنظام الفاتورة، الاجانب اعتقد كان الفاتورة مش كارت فلازم تدفع حاجة كل شهر. المهم مش دي قصة، القصة ان انت تتصل بحد تعرفه تاكسي يجيلك، ويا سلام بقى بتعرفش اللغة الروسية ومش هتعرف تشرح له العنوان، فبتدي التليفون للست اللي في السوبر ماركت ولا في المحل اللي قدامك عشان توصف له العنوان، واحيانا بيبقى عندهم يتصلوا بالتليفون الارضي، الخدمة دي موجودة يعني من فندق او حاجة، لو كنت نازل في فندق يتصلوا لك هم بتاكسي. اما كنت في كيف برضو كان نفس الحوار، يعني شوف كيف كانت العاصمة، ولكن خدمة التاكسي ظهرت متأخر شوية. كان في ناس كده ايه اللي هو جروب كده معاهم عربيتين ثلاثة ويحطوا ملصقات كده على أعمدة النور، ابقى اتصل بينا لو عايز تاكسي، تتصل بيهم ما يردوش او يقول لك ما فيش عربيات متاحة او يقول لك تمام انت فين كذا لا بعيد علينا معلش. فكان لازم الفندق يبقى متعاقد مع سيارة ليموزين فاخرة وحضرتك بقى تقع عشان تروح اي مشوار، غالبا هتروح المطار، فكان ساعتها مشوار المطار ده 150 جريفن عربية مرسيدس فاخرة. يعني في وقتها كان خدمة التاكسي دي يعني رفاهية لا نتمتع بها، لازم تكون عارف حد او عندك عربيتك الشخصية، يا سلام بقى ايه لو حاجة مشوار مش جوه المدينة، يعني محتاج ان انت تروح بقى ايه ضواحي بقى حتت على اطراف المدينة، مدينة تانية خالص، لا ده كده مقاولة. اي نعم المقاولة دي بترسى على مبلغ هايف صغير جدا مقارنة بالعالم كله وقتها، يعني كنت ب30 روبل يوديك من اول المدينة لاخرها، يفسحك من الاخر، او لا مش قوي كده يعني ممكن 50 روبل مش 30، يعني 30 روبل ده لو تأخرت مثلا راحت عليك نومة ومش هتلحق، لو ركبت الاوتوبيس مش هتلحق المحاضرة الاولى لو انت طالب، فممكن تاخد تاكسي اذا كان حد تعرفه يعني ويوديك ب30 روبل للجامعة اللي هي مسافة مثلا ايه 10 كيلو ولا لا مش 10 كيلو 5 كيلو بس. قلت لك كمان على ان موضوع السيم كارد
ممكن تشتريه. بس كان في برضه زمان كان حوار كده لطيف جدا، تيجي تشتري الخط وكل حاجه تمام، وتيجي تتصل بقى معاك رصيد حلو، تلاقي مش عارف تتواصل مع حد. ليه؟ لان الحد التاني ده ما معهوش رصيد، لان احنا الاثنين بندفع، اللي بيتصل واللي بيتصل عليه. لو انت برضه رصيدك خلصان ما حدش يعرف يكلمك، هو مثلا بيدفع 60% وانت بتدفع 40%. التعريفه كانت كده، كان ناس كتير شغاله بالتعريفه دي. يعني اكيد في دول اوروبيه برضو ايه عاشت الموضوع ده فتره زمان قوي، اللي هو كان اللي بيتصل والمتصل بيه او المتواصل معه الاثنين بيدفعوا في المكالمه الواحده. فلو انت معكش رصيد ما تجيلكش المكالمه، وهو لو معهوش رصيد ما تجيلوش المكالمه. بس هي دي روسيا زمان. خد بقى التقيله بقى. اما كان الواحد يحب كده ايه جاع في نص الليل، افترض بقى ايه حليت كل المشاكل، انت خلاص بقى في عربيه توديك وعربيه تجيبك ومفيش مشكله، وتروح بقى وسط البلد بقى في السنتر، ما تلاقيش غير واحد او اتنين ديسكوتيك او حاجه كده، نايت كلاب يعني مالها ليلي، وهو ده اللي موجود. مفيش مطاعم وجبات سريعه، ما كانش في غير ماكدونالدز موجود في العاصمه، لكن باقي المدن تعيش بقى يعني عارف، اقعد ادور بقى ايه في الشارع كده لحد ايه، وما تلاقيش طبعا حاجه تروحك. المصيبه الكبيره الاتوبيسات من الساعه 9 تقريبا او 8 ونص حاجه كده، ده اخر اتوبيس في معظم الخطوط. في خطوط تشتغل لحد مثلا 10 وده الرسمي، بس رسميا تلاقي الساعه 10 ما يجيش. وترون ماي وتروليوبوس كله من الساعه 8 ولا 7 ونص يبتدي يخفت ويخبط صيف شتاء. وقابل بقى لازم، هي لازم تاكسي، لازم عربيات. ومن هنا جت عقيده الصدمه في روسيا، ان عقائدين كده لازم يكون عندك عربيه والا تتهان. طبعا المواصلات كترت قوي والدنيا بقت حلوه والمترو بقى في مدن كتير، ولكن لسه الروسي مقتنع لازم يكون عندي عربيتي. لو معكش عربيتك وقعدت في السنتر كده متكيف ولا بتاع ده، يا اما تروح مشي السبعة تمانية ولا 10 ولا 20 كيلو لحد بيتك، ده خيار. وفي الخيار ده طبعا اقعد بقى ايه، شوف لك بقى كلب يعضك يجري وراك يرعبك، شوف لك شوية ناس سكرانة تغلس عليك وتغتت عليك وتطلب منك صدقة. ويا سلام بقى لواحد من السكرانين دول بلطجي وطلبت معاي تعالى نتخانق، ليه مزاجة تخانق؟ ودول الصنف ده لسه موجود لحد النهارده يعني، بس زمان كانوا كتير. والناس دي على فكره اما يفوق تاني يوم ممكن يبقى صاحبك وحبيبك وينسى وان هو ضربك اصلا، او كان عايز يضربك او عايز يتخانق معاك، ويقول لك انا فاكرك بس مش فاكر شفتك فين، انت حد كويس يا عم، انت تعرفك ان انا كويس، انت كنت دريان بحاجه. زمان في روسيا كان عندنا المسافات قريبه جدا عادي. يعني ايه المسافات قريبه عادي؟ يعني تلاقي طلبة الجامعة معظمهم بعد ما خلص الدوام او يعني بعد ما خلصت المحاضرات قاعدين يتمشوا بقى، يعني انت فاكرك بيتمشوا على البلاش بقى ولا بتاع على النهر على الترعة الحتة اللي هم فيها، لا ده كده مروحين. طب السكة دي يا جماعة فيها مصانع ومقطوعة وفيها مطبات، يعني السكة وحشة ما فيهاش مواصلات. يقول لك ما احنا بنروح مشي بقى، يعني الحتة دي طريقنا، هنعمل ايه؟ البلد كده. طب ما تاخدوا عربيه تاكسي يعني تقسموا على بعض، يقول لك لا ما نقدرش. التاكسي اللي هتاخدوه اللي هتدفعوا له 70 80 100 روبل كل واحد، انتوا اربعه مثلا كل واحد يدفع 25 روبل، ده كتير. يقول لك لو كل يوم هندفع 25 روبل ابويا وامي ياكلوا منين؟ يعيشوا منين؟ يدفعوا لنا الايجار منين؟ يا نهار ابيض، هو انتوا عايشين البيت مفتوح بكام؟ يقول لك البيت كله مفتوح ب 120 روبل ابويا بياخدهم، و80 روبل امي بتاخدهم. سوري 120 دولار و80 دولار، دخلت بس السكر والكركره اللي هنا. 120 دولار تقريبا بياخدهم من الاب و80 دولار بتاخدهم من الام في الشهر. ده مرتبهم شهريا يعني 200 دولار تقريبا. زمان لما كنا نروح روسيا عايزين نبضع هدوم بقى ونجيب، تلاقي شويه بازارات كده فيها بعض الهدوم التقليد الصيني الرخيصه جدا، لكن الهدوم الروسي تقريبا ما تتلبسش او مش موجوده او شكلها غريب ومسنكر وهات كده
ولقيت شويه لبس عسكري، لبس بتاع الخدمات العسكريه، واللبس بتاع التخييم وبتاع الصيادين، الحاجات دي يعني بتاعت المهنيين اكتر يعني. فكنا نلاقي اللبس ده في البازارات وفي المحلات وبتاع، لكن لا ننكر ان كان في ماركات عالميه موجوده، ولكن اسعارها كانت مبالغ فيها زياده عن اللزوم، وكانت قليله وموجوده في العاصمه فقط. ده لما كنا في روسيا. اما كنا في روسيا كمان، حاجه برضو من الحاجات اللطيفه جدا، ان تلاقي العربيات يعني الكوري والياباني والحاجات دي، والسكودا والبولو والفولكس فاجن، الحاجات دي يعني، والتويوتا كانت موجوده بس قليله جدا. معظم الشارع تلاقيه عربيات لادا طبعا، الجيجولي القديمه العتيقه، وسيارات الفولجا طبعا. الناس اخواننا اللي عايشين في روسيا دلوقتي حاليا ما يوعوش على الفولجا، ما بيشوفوهاش. الفولجا دي كانت المرسيدس الروسيه، كانت ب 5000 دولار ساعتها، ده كان كتير قوي عليهم، ولكن العربيه يعني ما تسواش صراحه. بس هي منظر من بره كده، دوروا عليها في الانترنت. ممكن اجيب لكم حلقه مخصوصه عن تاريخ السياره الفولجا اللي بطلت تتصنع للاسف، ولكن هي تاريخيا الفولجا لا ليها قيمه وليها مقام وقوام وحجم ومساحه، وكانت بتشتغل تاكسي يعني. مش معناه انها مرسيدس ما بتشتغلش تاكسي، لا، في عربيات تاكسي كتير كانت تجي لك في المدن اللي كان فيها تاكسي، كنت تلاقي جايب لك عربيه فاخره فولجا. ودي كانت نهايه حلقه اليوم اللي حكيت لكم فيها شويه عن الاطلال والحاجات القديمه اللي انا شخصيا شفتها بعيني، فبحكي لكم عن علم، بالاضافه ل ان اللي فكرني بيها ناس عاشوها سنين قبل ما انا ما اشوفها، وسنين بعد ما انا شفتها، لحد ما معظم الكلام ده تلاشى طبعا دلوقتي، وبدا في خدمه التاكسي عن طريق ياندكس، عن طريق الموبايل، وفي خدمات كتيره، و اتحلت مشكله المواصلات لحد كبير يعني. في حاجات كتيره اتظبطت من اللي انا بقول عليه ده، بس لازم حضرتك ايها المشاهد تعرف روسيا كانت فين وبقينا فين، كنا فين وبقينا فين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.